الحضور بريزونس غادي يكونوا عندك هنايا بحال هكا فوز لي لا بارول بور نو بريزونتي سي نورمال انت ملي كتوقف بحال هكا وكتواجه الناس راه عادي جدا غادي يشدك بخاطر خاصك 4 ديال النسخ اللي غتطلع عليك تقريبا 40 درهم 45 درهم الوحده ملي كتسالي بطبيعه الحال شنو خاصك دير تصور ضروري خاصك تصور الا ما تصورتيش ما كاين والو. Mes frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo très spéciale liée à un projet de fin d'études. كيفاش كتقدموا الاجواء كيفاش كدوز ملي كتدخل لا صال شنو تيكون فيها هادشي اللي غادي نوريكم اليوم. دونك غادي نديروا ان اكزامبل عندنا اون صال هنايا وهذه اللي غادي ندوزو فيها البريزونطاسيون ديالنا. الي بالنسبه للبي اف او تقدر دوزو في اون صال تقدر دوزو في لونفي كوم تقدر دوزو مثلا في شي ستوديو ولا في شي لابو ولا شي حاجه. دونك حنا غادي ناخذوا ليكزومبل ديال اون صال لا بليبار ديال لي ستوديون كيدوزو في اون صال بحال هكا. هنايا تيكون عندك الناس اللي تيحضروا اللي هما لي زاسيستون الحضور بريزونس غادي يكونوا عندك هنايا بحال هكا واخا غالبا بالنسبه لي سونس ولا سميتو تيكونوا فيرمي في لا بليبار دي كات تيكونوا فيرمي دوكو باش تكون عندك ايدي جينيرال على لي سيتياسيون ولا ليفينمون كيفاش يدوز. دونك هنا تيكونوا بالبوبليك الا كانت عائلتك ولا خوتك ولا صحابك ولا شي حاجه تيجلسوا بحال هكا هنايا فوالا هذا واحد من البريزونس تيكون جالس بحال هكا وتيتفرج باش تعرف لو نومبر على حساب شحال غادي يكون عندك من شحال الناس عارف عليهم شحال الناس غادي يحضروا لك. دابا غادي نشوفوا الناس اللي تيكونوا قدام اللي هما الكوميتي اللي كتجيجيك اللي غادي تيكزاميني لو طرافاي ديالك اللي غادي دير لك التقييم بوغ ليفالياسيون. في الناس الاولين هنايا كتكون الكوميتي اللي كتيفاليو لو طرافاي ديالك غالبا تيكونوا متكونين من 3 عناصر اساسيه بعض المرات تيكونوا 4 5 سا ديبو ولكن 3 والفوق. تيكون عندك البريزيدون او بيان الموديراتور ولا لا موديراتريس. دونك البريزيدون تيكون جالس الوسط هنا هو اللي كيعطي الكلمه للكوميتي اللي تيكونوا جالسين هنا لي مومبر باش كيهضروا باش كيسولوا باش كيعطوك دي رومارك. وتيكون عندك ليكزاميناتور او بيان اون اكزاميناتريس اللي هي اللي كدير لك ليكزاميناسيون دو طرافاي ديالك التقييم او كتمتحنك الا كانوا دي كيستيون ولا دي رومارك ولا دي اوبسيرفاسيون. وتيكون عندك طبيعه الحال لونكادرون او بيان لو كو اونكادرون بعض المرات تيكون عندك مؤطر وكو مؤطر دونك تيكون تحت المؤطر ديالك يعني هنايا بعض المرات يقدر يكون حاضرين بجوج بارفوا يقدر يكون عندك غير واحد دونك 3 4 وانت غادي حسب لو نوم اللي تيكون عندك هنايا. دابا غادي ناخذ ان اكزومبل ديال لو بريزيدون شنو تيدير مسيو ايوب نجم اجوردي فوز افي لا بارول pour me présenter votre projet de fin d'études intitulé sur l'étude d'un inhibiteur de corrosion. Alors, vous avez la parole pour nous présenter et pour nous exposer l'essentiel de votre travail. Un exemple. Donc, le président Tigris Hana, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la دونك الكلمة شنو تيدير؟ تيدير تقديم عام تيقول لك مثلا شكون انت و لو تيتر ديال البروجي ديالك وابخي تيقول لك فوزا لي باول باش انت تهضر ديك الساعة كتبدا انت. اوكي دونك هنا كيف ما صحت ليكم تيكون عندك ليكزامينطاو باش يكون لو كادغون ديالك ويقدر يكون شي نوم واحد اخر هادو هما العناصر الاساسية. لو بريزيدون تيكون عندو رابور واحد هضر على الرابور ديالك انت شحال من نسخة كتطبع؟ 4 خاصك 4 ديال النسخ يعني غتطلع عليك تقريبا 40 درهم 45 درهم الوحدة وطوطال واحد 200 درهم بحال هكا غالبا كدير ليه الباكر دونك هذا هو اللي تيطلبو سبيرال ما تيطلبوش ليك دونك الباكر تيكون مطلوب باغتو لهم كاع لي بروف تيقول لك خاصك دير الباكر حيت هو اللي غادي ديبوزي من بعد يعني في لا بيبليوتيك باش يطبعو ليك في واحد لاباج دوكا ديالك في الاول باش كتسمى بلي راك انت درتي البروجي دو فان ديتي ديالك و بريزونطيتي و تيعطوك لا نوت ديالك متفقين. دونك تيكون عندك 4 ديال النصاف علاش وحده كتكون عندك انت حيت كتكون واقف تماك وحده كياخذها البريزيدون وحده كياخذها ليكزامينطور وحده كياخذها لو كادغون ديالك
هادو ربعه مينيموم كما قلت لكم. اذا كانت ثلاثه العناصر الاساسيه هنا اللي هما البريزيدون والاكزامينطور والانكادرون اللي كان تيخدم معاك هما ثلاثه وانت وحده. اذا كان زيد معك شي واحد دوك اضطر انك دير خمسه وحده ليهم وربعه ليهم حتى انت خاصك وحده. علاش؟ حيت في الاخير ملي كيسالي كيبقى يعطوك دي غوماك لي غوما كيقدروا يكونوا فايش في الريفيرونس مثلا في الاخر ديال الغابور ديالك دونك تيكون عندك لي ريفيرونس تقدر تكون درتي شي خطا تيوريوك تيقول لك اودي هذا ما خصك دير بهذه الطريقه. انت ديك الساعه شنو تدير؟ ملي تيعطوك لي غوما كتحط كتكتب في الرابور ديالك انت كتجي معاك قلم ولا سيب احمر وكتمشي هذيك لاباج اللي فيها هذيك الغوما وكتحاول انت تكتب عليها باش من بعد تمشي تصححها. حيت ملي كتبريزونتي دائما تيعطوك شي حوايج اللي خصك تعاودها وهذوك الحوايج كتمشي ليها مباشره ما تعاودش الرابور ديالك كامل تعاود غير داك الحوايج اللي قالوا لك همايا وكتمشي تخرج لك لي باج بالضبط اللي صحوا معاك وكتعاود تقاد الرابور لا فيرسيون فينال النسخه الاخيره ديالو هي اللي كتمشي وكديها كديبوزيها في المكتبه لا بيبليوتيك. دابا غادي نشوفوا ليكزومبل ديالك انت ملي غادي توقف هنايا كيفاش غادي تهضر باش غادي تبدا كيفاش خاصك تبريزونتي. اليزي في الاول ملي كتبغي تبدا راه ديما غادي يشد لو طراك باش نكون واضحين غير هو تيكون درجات. كاين دابا اللي كيبدا في الاول كيشدو غير واحد 10 ثواني 20 ثانيه كاين اللي كيبقى معاه دقيقه كاين اللي كيبلوكي كاين اللي يحبس ليه لا ريسبيراسيون ديالو ما كتبقاش تريسبيري مزيان كاين اللي كيولي كيتنفس من صدرو ماشي من كرشو. وهذه حاجه غاليه جدا يدك غادي يبقى يلعبوا لك شويه كيتفاو غادي تعرق يزناقوا لك ودنيك سي نورمال نورمال. انت ملي كتوقف بحال هكا وكتواجه الناس راه عادي جدا غادي يشدك الضحك راه استاذ نقول لك راه دي زانيماتور اللي تيقدموا برامج وهكا حتى هما كيكون فيهم واحد ستريس باش نقول لك غير هو كاين اللي كتكون عنده لا فورس باش انه تيكاموفليه ما كيبينوش دونك انا فيا ستريس وانا عندي واحد ما كتكونش ماشي كيستيون ديال الثقه ولا الثقه بهذه هذه مي شي حاجه تري تري نورمال. دونك كاين اللي تيجيه وما كيبينوش وما كتحسش بيه انت راه فيه في انا دابا مثلا انا واخا تيجيني ما كنبينوش نقدر يكون فيا ستريس اكثر منك نتايا يكون فيا لو طراك اكثر منك انت ولكن انا تنبينوش انت يقدر يكون فيك واحد الشويه وتيبان فيك مثلا ترعدوا لك رجليك ولا يديك ولا شي حاجه اللي بغيت نقول لك هي شي حاجه طبيعيه جدا. دونك ملي دخلت تقدر تحس بصدرك مثلا تيضرك ولا شي حاجه تزيرات عليك من هنا ولا سميتو سي تري تري نورمال اكسبتيها وخليها عادي اكسبتيها وقف بحال هكا. شنو غادي يوقع؟ ما غاديش يوقع حتى شي حاجه غادي توقف هنايا باش تبدا تخربق في الاول ما غاديش تبدا مزيان غاتخربق لك الفرونسي لسانك غادي يبدا يقول شي هذا اللي انت عمرك نطقتيها الكلمات غادي تخربقوا عليك الماسكولا غادي يمشي لك مع الفيمينا شي كلمه شي فراز تكون باغي تقولها غدا تمشي لك ما تقولهاش تولي كاين شي حاجه واحده اخرى غتبدا تنقص عادي جدا كلشي عادي غير صبر. دونك دقيقه ولا جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق ولا حتى اربعه دقائق تمشي لك كامله في الاول ماشي مشكل ابخي غتشد الريتم ديالك ان شاء الله حيت اهم حاجه هي باش غتسالي. دونك في الاول راك تما غادي بشويه 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 بحال هكا كنت تما غادي وكتطلع الريتم. دونك اخر حاجه تشدو عليك هي الخاتمه. دونك تقول اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. علاش؟ حيت ديك الاعمال ديال كامل الاولى تقدر تجي ديك اللقطه الاخرى وتغطيك عليهم كامل ولا تقدر تجي ديك الاخرى وتخسر لك كلشي بحال شي واحد تقدر تبدا مزيان وانت غادي خدام كطحن كاين لاطاك في الاخر غادي تجي وتعورها تخربقها. هادشي اللي بغيت نقول لك تقدر انت تجي حتى الاخر وديرها زوينه واخا في الاول ما دير والو عادي جدا كمل حتى الله فلا. لو ستيل فيستيمونتير اللبس ديالك الحوايج اللي كتجي لابس حاول تجي لابس حوايج ما تكونش لابس الكلاس بزاف وما تكونش عاوتاني لابس حوايج عاديين عاوتاني بزاف. علاش؟ حيت بعض المرات كتلبس شي حوايج اللي انت عمرك ما لبستيهم ولا كتلبسهم قليل في شي مناسبات هادو ذاتك انت ما كتكونش مولفاهم دونك هادوك كيزيدوك لو تراك يعني كتولي انت داخل في واحد البلاصه اللي ماشي هي لا زون دو كونفور ديالك ما مرتاحش فيه انت اصلا انت غير تما غادي ما كتكونش مرتاح فيه 100% كتبغي تفول دونك غادي يكريو لك ستريس. الوغ البس شي حاجه اللي بينو بين ما هي عادية ما هي كلاس بزاف دونك لبس بينو بين بحال مثلا تكون شوميز ولا كنتي مولف لي كوستيم وهكا وسميتو لبسو حتى بالنسبة للناس اللي تلبس الطالون ولا شي حاجة حتى هذا ردو يلبس. إلا كنتي انت إلا كنتي مأدابتيها معاه مولفاه سير مزيان
الا كنتي هو الفاشل نفسي حتى داك النهار راه غادي يكري لك شي حوايج اللي غادي يعذبوك. دونك رد البال لهاد البانيل. من بعد كيهضر مسيو لو بريزيدون اللي تيتقطر الندوة بيان داليمونطور تيكون جالس اون فاس معاك بحال هكا، انت كتكون كتشوف فيه سوا كتكون داير يدك بحال هكا ولا كتكون هكا. دونك سادي موان غير ما تكونش مكرازي يداك ديري بحال هكا مزيان باش تحل دونك كون عادي ناتشورال بحال هكا مطلوب. ملي كيسالي كيقول لك فوزافي لا بارول يعني كنعطيك الكلمة باش انك تقدم لنا لو طرافاي ديالك وبيان ليسونسيال دو فوتخ طرافاي، انت غادي تهضر شنو غادي تقول لهم؟ فغالبا حيت كتكون واقف هنا قدام البيسي ديالك، حيت البيسي ديالك هو اللي فيه الخدمة بحال هكا، ولا واخا تكون عندك هذاك آلة التحكم عندك هذاك التيليكوموند اللي كتبقى كتعدي في الداتا شور، وكتكون واقف اون فاس معاهم بحال هكا، دونك تخلي الداتا شور غايب، وانت كتبقى كتمشى وكتجي هنايا، ملي كتكون كتهضر بحال هكا. دابا شنو غادي نقول لهم؟ Merci Monsieur le Président, merci les membres de jury d'avoir accepté de juger mon travail. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le déroulement de mon exposé, le plan de notre travail. Ce travail-là a été réalisé au sein de laboratoire de substances naturelles, n'importe, ou bien dans l'université Mohamed V, ou bien dans un organisme, ou bien dans une entreprise, ou bien dans une société. Et les filles, vous pouvez me chocrer, c'est une radice, chocrer, c'est une radice, 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 c'est une radice. Donc merci d'avoir accepté de juger. Donc juger, ou bien le jugement, et vous avez la carte, juger. Elle n'est qu'à moi, et vous avez la carte, شنو درتي ولا شنو درتي، وانما غير على الترافاي اللي درتي نتايا، الحوايج اللي خدمتي مزيان، الحوايج اللي خصك تصحح اكسيتيرا، فوالا، دو جيجي مون ترافاي، او بيان ديفالوي، ابخي كتدخل ليهم في السومير، في الراس ديالك، غالبا كتبدا بواحد الانتروديكسيون، انتروديكسيون تيكون فيها كتهضر فيها عموما على تيماتيك دو ريشيرش، لا تيماتيك، او بيان لو سيجي ديال البحث ديالك اللي خدمتي عليه، في هذيك لا ميموار، او بيان في هذاك بروجي دو فان ديتود كيكون العنوان ديالو. غادي نعطيكم ان اكزومبل بالنسبه ليا، كنخدم على ليتود دو لا كوروزيون مثلا، محاربه الصدمه، محاربه التاكل. دونك جو في كومونسي بار اون انتروداكسيون جينيرال سور لا كوروزيون. سي كوا لا كوروزيون؟ سو فينومين لا، لامباكت دو لا كوروزيون. اي اون فا بارلي او بيان اون فا ديتاي ان بو بلوس سور لي تيب لي تيب دو كوروزيون. الى غير بدك دير التعريف لواحد الحاجه من بعد كتفسر في الديتاي شنو هما الانواع اللي كاينين فيها. ولا من بعد في اول حاجه في الاول كطرح الاشكاليه اللي هي لا تيماتيك ديالك، كتهضر عليها شويه، كتعطي التعريف شنو هما الانواع اللي فيها، ومن بعد كتحاول كتعطي حلول. دونك دي سوليسيون، مثلا لي سوليسيون بور لا كوروزيون اون فا بارلي سور لي ميثود دو بروتيكسيون. دونك هنا كدير شنو هما الطرق لاجل محاربه هذه الظاهره ديال التعب. Et finalement, on va clôturer notre travail avec une conclusion et des perspectives. هذه بغيت نقولها، بغيت ما نقولهاش، اللي بان لك. يعني on va clôturer، بطبيعة الحال باش كتسالي راك دير une conclusion. و دي بيرسبكتيف، شنو هما لي بيرسبكتيف؟ هما الحوايج اللي ما درتيش نتايا، ما درتيهمش، ما هضرتيش عليهم، وكتمنى انك ديرهم، يعني إذا عطاتك الفرصة أنك تكمل في هذا البحث ديالك، غادي ديرهم من بعد إن شاء الله. بحال إلا كنتي ليسونس، غادي ديرهم في ماستر. ولا كنتي مثلا في الدوك ديرها في ليسونس ولا نامبور حسب السيكل دو فورماسيون ديالك. ملي تكون كتبريزونتي الاستاذ ديالك يصون ليه التليفون ولا شي واحد يحل الباب مثلا ولا تسمع شي تويشويش، ما ديها حتى شي حاجه، كمل ديالك بحال راك كتقرا سوره الفاتحه، بحال كتقرا سوره الفاتحه ولا كتصلي. الا كنتي كتصلي واخا يوقع ما عرفتش من حداك، ما كتكمل الصلاه ديالك واخا ما تبقاش مخشال، كتكمل حتى هنا. تكون كتبريزونتي ما دير حتى شي حاجه، واخا اللي راه يجيك شي واحد تمشي لك الهضره، يمشي لك مثلا شي سلايد، ما تبقاش عارف على الفكره، حاول ما تاخذش، ما ديرش واحد البوز، بوز كبيره. هذا الشيء حتى في لي كيستيون، الا سولوكم شي سؤال، لي كيستيون، الاسئله اللي كيسولوكم ما كتكونش شي حاجه اللي خارجه على العاده، لا، عادي جدا، كيسولوك فقط داك الشيء متعلق بداك الشيء اللي درتي نتايا. الا عرفتي السؤال الجواب ديالو مزيان كنتي عارفه،
جاوب. الا ما عرفتيش شنو غادي دير، حاول غير تعاود تصيغ لهم السؤال اللي قالوا وهرب ليهم، سير لشي حاجه اخرى وبقى تهضر عليها. اهم حاجه هي ما توقفش، ما يسولكش وتبقى دير بحال هكا، ما عارفش، ما ديرش راسك انت ما عارفش. المهم هو تهضر، واخا دابا انت كتهضر على واحد تيماتيك سوجي، عارف ديفينيسيون لي تيب هكا، شنو هما الحوايج اللي كتهضر عليهم، فين كيتجلاو الاستعمالات ديالهم. الا قال لك مثلا شي كيسيون هذا الشيء فين كيطبق، ولا قال لك واش نقدروا نطبقوه في شي حاجه، هذيك الحاجه انت ما عرفتيش واش غادي تطبق في هذاك الشيء ولا لا، شنو غادي دير؟ غتقول ليه يمكن نطبقوه هنا، يمكن نخدموا به هنا، يمكن تبقى تقول ليه دوك لي زابليكاسيون اللي قريت انت عندك. دونك هذاك الشيء اللي بان لك هو الجواب اللي كتجاوب انت، ماشي هو ديك السؤال ديالو. ولكن ما وقفتيش، ما توقفش، ما ديرش البوز، هذيك البوز كتعطيك واحد الغومارك خايبه. دونك ما كتفش النقطه ديالك مزيان. واهم حاجه من هذا الشيء كامل، اهم حاجه من هذا الشيء كامل شنو هي؟ لوبجيكتيف اللي كتسنى انت ملي كتبغي تسالي هي بوفي، خاصك تكون موجد الحلوه، الحلوه والعصر، الماكله ما نهضروش عليها. دونك من بعد ما كتسالي كتانفيتي لي مومبر لهنا، كتقول لهم انا سي جو فوز انفيت بور لو بوفي، جو فوز انفيت بور لو بوفي، كتعرض عليهم باش يمشيو ياكلوا الحلوه ديالك. الا كان الحلوه كيحطوا لك النقطه مزيانه انت الاول، الا ما درتيش لهم الحلوه ما غاديش يحط لك النقطه. اطونسيون الحلوه هي كلشي، يعطيهم الحلوه باش يعطوك هما الحلوه. ملي كتسالي بطبيعه الحال شنو خاصك دير؟ تصور، ضروري خاصك تصور، الا ما تصورتيش ما كاين والو. تجي معاك السيلفي ولا شي حد، تصور مع لي بروف، تصور مع السيلفي مع راسك، نيت مع البروجي دو فان ديتود ديالك بحال هكا، دير تشك تشك، ضروري اصاحبي. الا بغيتي ديرها زوينه كاع خصكم تصوروا البريزونطاسيون ديالكم كامله، صوروها كامله تبقى عندكم سوفونير زوينه بزاف.